المغرب. يا أهل الجزيرة، يا أهل الجزيرة، يا أهل الجزيرة. مين اللي جاي على الصبح ينادي ويغني ويصحينا؟ دي الكناري يا نحلة، الظاهر كده بيخبروا ويالينا. ايه شكلك يا كناريا مبسوط؟ مبسوط جدا يا اخطبوط. طب فرحنا، يلا معاك. استنى استنى، ما تقولش دي تيتي الدبانه لسه ما جاتش. ما اعتقدش ان ده شيء يهمها. ليه يا كناريا، اي شيء في جزيرتنا يهمني، واللي يخص الكل اكيد بالطبع يخصني، وانا من اهل الجزيره ولا مانيش من اهلها. طيب طيب، المهم دلوقتي عايزين تسمعوا الخبر ولا بلاش؟ لا قول بقى، ما تشوقناش. زي كل السنين هنا في نفس الميعاد مسابقه المواهب لكل الحيوانات، واللي هيكسبها طبعا هو اللي يقدم فعلا افضل خدمه لجزيرته وسكانها الطيبين. وعلى المتسابقين يكونوا موجودين قدام اللجنة بكرة. ما يكونش عندك فكرة، من بكرة الصبح بدري هنكون كلنا جاهزين. ممكن تاخدوني معاكم؟ أيوة، بس ليه يا تيتي؟ انت دبانة، هتيجي تعملي ايه؟ احسن لك يا تيتي استني، بدل يعني ما تيجي على الفاضي. هاي ده انت يا دوبك بس تزني ومحدش هيكون فينا فاضي. طب اشمعنى انتوا رايحين؟ عشان احنا موهوبين. وبهد الدنيا وبقلب انا واخواتي الحفلات، وبنطلع على الاشجار بالليل او بالنهار وبنعمل اكروبات. يعني انا مثلا بتشقلب وبهد الدنيا وبقلب انا واخواتي الحفلات، وبنطلع على الاشجار بالليل او بالنهار وبنعمل اكروبات. انا برجع جاهز فقره واستعرض انما فكره وسعت اهلي واصحابي وكل الكائنات. وانا هختص تحت الميه وهغيب عنكم شويه وهجيب مفاجاه كبيره بيها هفيد الجزيره والكل هيشهد ليا، بس اختص تحت الميه. وانا ممكن اساعد برضو وشارك في الحاجات، لأنا ممكن يطلع مني في الحفلة دي مفاجآت. لا يا تيتي انت هتستني، بدل يعني ما تيجي على الفاضي، ده انت يا دوبك بس تزني ومحدش هيكون فينا فاضي. معلش ما تزعليش، اذا احسن ما تشاركي وفي الاخر ما تكسبيش. طب ايه العيب اللي فيا اللي خلاكم تجرحوني؟ العيب انك دبانة. دبانة دبانة. Thank you.
المسابقة والأحلام الكبيرة، والكل نفسه يقدم حاجة تفيد الجزيرة، والكل كان سعيد. والدبانة المسكينة كانت واقفة حزينة بتراقب من بعيد. والسنة دي يا أولادي الطاووس منفوش هيكون هو الحكم الجديد. نبدأ المسابقة. أصدقائي الموهوبين في الخير والأفراح دايما متجمعين، لو سمحتم بالترتيب وحنسمعكم بكل سرور. من فضلك ابدأ يا كناريا، نادي يعلى عليه الدور. جمهورنا العزيز اللي معانا موجود، استعدوا للإثارة مع عائلة القرود وفقرتهم الجميلة أكروبات بلا حدود. تعرف تتنطط على الأشجار وتشوف الدنيا بالشقلوب، تعرف تقلبها هزار في هزار والضحكة بسببك تملى قلوب. تعرف تتنطط على الأشجار وتشوف الدنيا بالشقلوب، تعرف تقلبها هزار في هزار والضحكة بسببك تملى قلوب. عرض ملفت، عرض رائع، وشكرا على الفاكهه وعلى الموز، وانا مش شايف ابدا مانع ان العرض بتاعك يفوز، لكن راح نستنى ونحكم بعد كل ما يجي يقدم فقرته ونحدد ونقرر. مش يمكن حد يكون اشطر يعجب كل الموجودين. شوف يا كناريا الدور على مين. ملك البحار ابو الاسرار. مين عرف مين هيقول؟ ايوه هو بعينه الاخطبوط ابو الرجول. مع كل تقدير عيلة القرود وكل المشتركين، الاخطبوط ابو الرجول هيفاجئ بفن كل الموجودين. انا هختص تحت المية واتعرض ومعايا هدية من أعماق البحار. أنا هختص تحت المية وأتعرض للأخطار وأرجع ومعايا هدية من أعماق البحار. عارفين يا أولاد إيه هي؟ لا مش عارفين إيه هي. اللؤلؤة السحرية. اللؤلؤة السحرية اللي تقدر بنورها تنور الجزيرة. لكن أنا أسمع أن بيحرسها قرش خطير، ولو مسكك ممكن يعملك عصير. على أهلي وأحبابي وجزرتي وأصحابي، ولا حاجة تغلى عليهم ولا شيء عليهم كتير. لشجاعتك والإخلاصك مننا كل التقدير وكل الاحترام. طب حس كده بقى يا أصحابي، بينا عالشط أوام. Thank you.
يا نجمة ممكن كلمة؟ طبعا طبعا اتفضل قول يا اخطبوط يا ابو الرجول. اللؤلؤة السحرية ممكن الاقيها فين؟ اللؤلؤة السحرية عدي الموجة اللي جاية وبعدين احود يمين، راح تلقاها ولكن في قرش عامل كمين، استنى لما ينام وبعدين خدها. سلام. جعان ونفسي اكل اول حاجه تعدي، زهقت من الكابوريا ومن السمك المقلي، فين ايام سمك التونه والاخطبوطات يا وعدي؟ نفسي اكل مين؟ شكلها كده مش هتعدي. جعان ونفسي اكل اول حاجه تعدي، جعان اخيرا القرش نام، اخدها وارجع اوان. جيت وبوعد وفيت وجبت الهدية اللؤلؤة السحرية. مش ممكن مش معقول انا عايش على طول في النور، مش ممكن مش معقول انا عايش على طول في النور. شكرا شكرا يا ابو الرجول، شكرا شكرا الشطارة والذكاء والمحبة الدنيا تروق، بالعمل والاجتهاد سوا هنخلي الدار مشروق. كلك واجب كلك ذوق، بالشطارة والذكاء والمحبة الدنيا تروق، بالعمل والاجتهاد. كلك واجب كلك ذوق، بالشطارة والذكاء والمحبة الدنيا تروق، بالعمل والاجتهاد سوا هنخلي الدار مشروق. بالأحلام مش قادر اصدق نفسي،
شكلك راح تكسبها يا صاحبي، وانا شخصيا بيك فخور. هم، مين الكناري عليه الدور؟ ملوك العسل، وده اخر عرض باقي. النحلة وفرقتها وفقرة البالي الهوائي. جميل ومفيد جدا، وانا شايف انه فعلا ممتاز. ما هو الترفيه شيء برضه مهم لانه بيسعد قلب الناس. قول لي يا كناريا من فضلك، في حد فاضل ولا خلاص؟ لا خلاص، بس لحظه كده، كان في حد اسمه ايه، مش فاكر، بس بس فسفس. ثواني هتيجي. ايوه تستس. ستسي يا كناريا، ستسي. آسف، لكن أنت مجرد دبانة. أيوة، لكن وما عندكيش ولا موهبة. بس اسمعوني، ادوني فرصة يا تسيتسي. أنت دبانة غلبانة لكن زنانة، وشكلك ما ينفعش. سامحينا، ما نقدرش. ودلوقتي نعلن عن الفايز. معانا الفايز هو ايه ده؟ في ايه؟ كارثة، مصيبة، نمر الشرير جاي علينا. انا ملك النمور وقوتي مغرور. ايه ده؟ ودخلت ازاي جزيرتنا؟ نطيت من فوق عشور، ومن الاخر كده يتقدمولي حد فيكم اكله واشبع، يا اما اختار بنفسي وكل ما ضوع ليكم هرجع. مستحيل، مش هنضحي بحد فينا، وهندافع عن كل مارينا. مش بمزاجك يا امور. عندك يا نمر يا مسعور. ارجعي يا تيتي، خليكي عنه بعيده. لو ما سبتناش في حالنا هيكون عقاب شديد. الصوت ده جاي منين؟ ايه ده؟ دبانه؟ دبانه تقف وصدم؟ مسكينه تيتي، كانت طيبه، اتجنت الغلبانه ونسيت انها دبانه. بس مش اي دبانه، انا تنسي يا نمر، والقرصه مني هتنيمك طول العمر. تنتصر على نمر. ظلمناك يا تيتي، بدناكيش فرصة تساعدينا، وما كناش نتصور ان ساعة الخطر انت اللي هتفيدينا. شكرا، شكرا يا تيتي. لا شكرا على واجب، دلوقتي انا دوري انتهى، لكن لازم نتعاون عشان نشيل النمر نحطه جوه قفص، وبكده يا صحابي نكون حبسنا الشر. برافو برافو يا تيتي، عملت المستحيل، وحنفضل طول العمر شايلين لك الجميل. أصدقاء الحيوانات، إنسانات.